سيد حليم فرحات هذا العام 49 ان شاء الله، العام الجاي 54 ها ان شاء الله. من أقل السجود، هذا هو الشيء الذي يجب أن تفتخر به ولاية برجبارة. المدرسة القرآنية الإمام الحسين احتضنت حفلا تكريميا على شرف الخاتمين القرآن الكريم، والبالغ عددهم 49 خاتما وخاتمة للقرآن الكريم، وهذا بفضل جهود القائمين على المدرسة القرآنية وكذلك المعلمين والمعلمات، مشكورة على هذا الجهد. وقد تخلل الحفل كذلك تكريم المكفوفين وهم أولو البصائر، هذه الفئة التي تحتاج منا التفاتة طيبة لتكريمهم. سجلت في مدرسة الحسين وبدأت أجتهد وأرغم نفسي وألزمها على الحضور الدائم والمنتظم والمنضبط في حصص حفظ القرآن الكريم، وتمكنت بفضل الله من ختم القرآن الكريم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. ختمت القرآن الكريم هذا العام بمدرستي القرآنية الإمام الحسين، استمرت مدة الخاتم للقرآن الكريم مدة عام ونصف.